السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من في الأوفسايد وتحليلنا لأهم مباراة في الموسم، مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني. وتعالوا بسرعة عشان في تفاصيل كتير قوي محتاجين إن احنا نتكلم فيها. بدأت المباراة بتحفظ من الفريقين، مفيش أي فريق من الفريقين كان بيحاول إن هو يهاجم إلا على استحياء محاولات بسيطة جدا، خصوصا إن نص الملعب في الفريقين هو اللي كان بيحاول يفرض سطوته وبيحاول إن هو يسيطر على مجريات الأمور لبناء اللعب وتحضير اللعب بطريقة تمكن إن هو يوصل لمرمى الفريق الآخر، إلى أن ظهرت لقطات هي أكبر اللقطات اللي عملت حسم في المباراة، أو هي التفاصيل الصغيرة زي ما بنتكلم فيها في الكورة اللي عملت الفرق بالنسبة للنادي الأهلي. نيجي الأول نقطة هي أن لعب أحمد توفيق كباك شمال دوت، طبعا لما مارسيل كولر شاف أن أحمد توفيق بيلعب باك شمال رمى حسين الشحات ناحية أحمد توفيق وخلى رضا سليم هو اللي ناحية محمد الشيبي لمنع الاحتكاكات بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، وبالإضافة أنه يستغلال سرعة حسين الشحات في بناء اللعب وأنه هو يخترق. والنقطة دي بالذات كانت نقطة مهمة جدا ومحورية في الشوط الأولاني بالنسبة للنادي الأهلي، لأن بلاتي توري اضطر ان هو ينزل من نص الملعب للناحية الشمال لنادي بيراميدز عشان يقدر يغطي ورا أحمد توفيق، وده كان سبب ان نص الملعب فضي على فريق بيراميدز، خصوصا ان وليد الكارتي واخد مهام هجومية ومهند لاشين لقى نفسه لوحده تماما في نص الملعب. ودي اللقطة اللي استغلها النادي الأهلي في ان هو قدر ان هو يحرز الهدف الاول بعد ضغط من كريم فؤاد وقطع الكرة واداها لامام عاشور اللي حط الكرة بينية لوسام في غياب تام لمهند لاشين اللي هو اللي كان مضطر ان هو يحاول يلحق الكرة او يحاول ان هو يعمل التغطية لكن ما قدرش لان وسام حط الكرة بمنتهى السرعة فاجئت حتى الشناوي على رجله الثابتة وما قدرش ان هو يتصدى للكرة واحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. اتكررت اللعبة تاني اكتر من مرة، منها كورة واضحة كانت ضربت خط الوسط تماما لنادي بيراميدز والباك اليمين محمد الشيبي لقى نفسه ان هو في مواجهة اتنين كان كريم فؤاد ورضا سليم، ولولا تباطؤ كريم فؤاد ان هو يدي الكورة لرضا سليم وقع في الاوفسايد، والهجمة دي كانت هجمة واعدة جدا للنادي الاهلي، ودي بتعكس ان هي نفس التكتيك اللي اتبعه مارسيل كولر في محاولة تفضية نص الملعب من بلاتي توري، خاصة ان بلاتي توري ليه مهام دفاعية واضحة جدا وان هو يقدر دستروير لهجمات النادي الاهلي، خلاه بعده خالص عشان يقدر يغطي ناحية احمد توفيق، وزي ما قلنا قبل كده نص الملعب فضي وهو ده اللي استغله النادي الاهلي واحرز الهدف الاول. طبعا الشوط الاول مشي على نفس الريتم تماما، محاولات على استحياء، محاولات فرض السيطرة، محاولات بناء اللعب من الفريقين، لكن خط الوسط قدر ان هو يكون هو خط الدفاع الاول في كل المحاولات سواء من هنا او من هنا. نيجي للقطة مهمة جدا، هي لقطة ركلة الجزاء اللي لم تحتسب لنادي بيراميدز. ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنادي بيراميدز وحسب ما احنا تابعنا وحسب ما احنا شفنا وحتى كمان التفسير بتاع الحكم الألماني ليوريتيتش مدرب بيراميدز، ان وليد الكارتي لم يحاول ان هو يلعب الكورة، بالعكس هو مد رجله ناحية كريم فؤاد اللي جاي مندفع عشان يقدر ان هو يخبط فيه ويقع ويحاول الحصول على ركلة جزاء، وده بان جدا في اللقطات اللي كانت في الملعب واللي بينت ان لما حاول الحكم الألماني ان هو يوصل ليوريتيتش ويحتوي غضبه ويفهمه سبب عدم احتساب ركلة الجزاء ايه، وطبعا ده تقابل بنوبة غضب كبيرة جدا من يوريتيتش. اللعب طبعا بعد التوتر اللي حصل في الملعب وبعد عدم احتساب ركلة الجزاء وبعد تأخر بيراميدز بدأ يبقى فيه خشونة شوية في اللعب، فيستون مايلي تحصل على بطاقة صفراء ومحمود مرعي تحصل برضو على بطاقة صفراء، وطبعا أحمد توفيق تحصل على بطاقة صفراء لأنه لم يكن مش في يومه ولكن هو ما كانش في مكانه عشان يقدر ان هو يؤدي المهام اللي هي بتاعت الباك الشمال. والناحية التانية طبعا كان محمد عبد المنعم تحصل على بطاقة صفراء أو وقت مراجعة الفار للقطة وليد الكارتي مع كريم فؤاد، وهو بصراحة انذار غير مبرر، أنا لغاية دلوقتي معرفش محمد عبد المنعم كان بيحاول يعمل ايه أو كان بيحاول
يعترض على ايه، ولكنه تحصل على بطاقة صفراء بلا داعي. بدأ الشوط الثاني واللعب كان ماشي على نفس الوتيرة، محاولات على استحياء، محاولات على الاستحواذ على اللعب، محاولات من كلا الفريقين ان هم يبنوا الهجمة بطريقة سليمة عشان يقدروا يوصلوا لمرمى الفريق الآخر، ولكن بدأ يبقى فيه قلة تركيز من لاعبي النادي الأهلي، ودي تسببت ان الشوط دوت في مجمله لم يكن فيه الا هجمتين، هجمه واحده لنادي بيراميدز وهجمه في اخر المباراه للنادي الاهلي. الهجمه بتاعت بيراميدز كانت محاوله تسديد من فخري لاكاي، عدت الكره بالعرض من ورا خالد عبد الفتاح وراه محمود زلاكا اللي لقى نفسه في مواجهه الشناوي، وتفصيله صغيره دي كانت هدف صريح تم اهداره من نادي بيراميدز، واعتقد ان الهجمه دي ضياعها كان ليه برضو اثر سلبي الى حد ما على لاعبي بيراميدز، خصوصا ان المباراه كانت محصوره كلها في نص الملعب وفرصها كانت شحيحه جدا. فضلت المباراه ماشيه على نفس الوتيره، بعد التاخر طبعا يوريتيتش حاول ان هو يلحق وينقذ ما يمكن انقاذه لان هو متاخر، ودي مباراه اهم مباراه في الموسم لبيراميدز. بعد الفرصه بتاعت زلاكا مشي اللعب برضو بنفس الطريقه وبنفس الوتيره، ولكن بيراميدز استحوذ اكتر على الكوره، وكان بدا ان هو يقرب شويه لمرمى النادي الاهلي. نيجي للقطه المهمه في الدقيقه 79، الا وهي طرد محمد الشيبي بعد تدخل عنيف جدا على حسين الشحات، رغم ان هو الهجمه كانت في ناحيه بعيده خالص عن الناحيه اليمين اللي هي موجود فيها محمد الشيبي. التدخل ده نال عليه بطاقه صفراء عادي جدا واللعبه كانت هتعدي، ولكن حكم الفار استدعى حكم الساحه وقال له ان اللقطه محتاجه طرد مباشر، وفعلا ده اللي حصل. بعد لقطه الطرد حصل هرج ومرج في الملعب، طبعا حصل شد وجذب وحصل اشتباكات خفيفه ومناوشات بين لاعبي الفريقين، وده اخر المباراه لمده 7 أو 8 دقائق في وقت كان بيراميدز فعلا محتاج فيه ان هو يرجع، وكان بدا ان هو يحط رجليه على الطريق السليم لمحاولة اللحاق بالنتيجة وتعويض التأخر بتاعه قصاد النادي الأهلي. طبعا يوريتيتش حاول ان هو يلحق نفسه ويصلح غلطه، واجرى بعض التعديلات على التشكيلة بنزول كريم حافظ بدل من احمد توفيق، والتغيير ده طبعا كان مهم ان هو يحافظ على وتيرة اللعبة بالنسبة للناحية الشمال، خصوصا ان الناحية دي هي كانت اكتر ناحية مخترقة في الشوط الاول وفي اول دقائق من الشوط الثاني. وبعد كده عمل تغيير تاني في نفس اللحظه، وهو كان تغيير نزول محمود زلاكا بدل من مصطفى فتحي المختفي تماما اللي لم يظهر الا في لقطه وحيده في الشوط الاولاني، وهي ارسال عرضيه طائشه قدر ان دفاع النادي الاهلي انه يتعامل معاها بمنتهى السهوله، ولم يكن له تاثير تماما في خلال الشوط الاول واول 10 دقائق او 15 دقيقه من الشوط الثاني. بعد كده حصل تغيير اضطراري من يوريتيتش بعد إصابة محمود مرعي، واضطر ان هو ينزل أسامة جلال مكانه، وبعديها بلحظات برضو سحب بلاتي توريه ونزل رمضان صبحي في محاولة منه للضغط على النادي الأهلي من الأطراف، خصوصا ان رمضان كان عنده حرية حركة ان هو يقدر يتحرك على الأطراف، وده بدأ يدي شكل البيراميدز ان هو يقرب شوية من مرمى النادي الأهلي، وان هو يحاول يعدل النتيجه خصوصا مع مرور الوقت بسرعه ومحاوله لاعبي النادي الاهلي استهلاك الوقت بطريقه قانونيه. نيجي لاهم لقطه في المباراه، وهي دي كانت نقول اللي اهدت الفوز للنادي الاهلي، وهي لقطه تدخل محمد الشيبي على حسين الشحات وحصوله على بطاقه حمراء في الدقيقه 79. اللقطه دي ليه هي كانت السبب؟ لان انت كنادي بيراميدز متاخر في النتيجه بتحاول ترجع، بدات تظبط الملعب، وفي تصرف غير مسؤول من محمد الشيبي، كان تدخل عنيف من محمد الشيبي على قدم حسين الشحات في المنطقة ما بين الركبة والقصبة، وده تدخل كان غير مبرر، خصوصا ان الهجمة كانت بعيد تماما عن ناحية محمد الشيبي، ومحمد الشيبي نقل نفسه الناحية التانية عشان يبقى في مواجهة حسين الشحات ويقدر يتدخل التدخل ده. ليه اللقطة دي كانت محورية؟ لان انت كنادي بيراميدز كنت متأخر في النتيجة، بدأت تحط رجلك على الطريق، بدأت ان انت تخلق فرص وتخلق مساحات في خط ظهر النادي الاهلي عشان ان انت تقدر توصل، ولكن هذا التصرف طبعا الغير مسؤول اضطر نادي بيراميدز انه يلاقي نفسه منقوص لاعب، ولاعب مهم ومفتاح لعب
في وقت هو بيحاول ان هو يجري ورا النتيجة على اساس ان هو يعدلها. بعد لقطة الطرد واستئناف المباراة، على الناحية التانية مارسيل كولر ما كانش قاعد ساكت، بالعكس هو كان برضو بيحاول ان هو يضخ دم جديد في الفرقة، خصوصا بعد المجهود البدني الكبير وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في اثناء المباراة، فسحب امام عاشور ونزل مكانه محمد مجدي قفشة، بعد كده سحب حسين الشحات ونزل عمر كمال. والتغيير ده كان تغيير مهم جدا وكان موفق فيه الى درجة كبيرة، لان بعدها بدقائق معدودة تم حصول خالد عبد الفتاح على البطاقة الصفراء الثانية وتم طرده من الملعب عشان يبقى 10 في مواجهة 10، ودوت اداله مرونة تكتيكية ان هو بعد ما كان ممكن يكون نزل بيرسي تاو مكان حسين الشحات، فاضطر ان هو يقدر يرجع عمر كمال يغطي ناحية خالد عبد الفتاح، خصوصا ان هو دوت المركز اللي لعبه قبل كده مع منتخب مصر ولعبه مع مودرن فيوتشر. وبعد كده نادي بيراميدز حاول ان هو يضغط بكل خطوطه على النادي الاهلي، ودوت اللي فطن ليه مارسيل كولر، فعمل تغيير مهم جدا، وهو كان سحب رضا سليم ونزول اليو ديانج عشان يقدر يقفل نص الملعب تماما ويمنع نادي بيراميدز من بناء اللعب ومحاوله الضغط على خط ظهر النادي الاهلي. ومعاه كان في نفس الوقت سحب وسام ابو علي بعد المجهود الكبير جدا اللي بذله طوال المباراه، وكان هو طبعا عريس المباراه النهارده وصاحب هدف الفوز، سحبه ونزل محمود عبد المنعم كهربا. مشي الوقت بدل ضائع اللي هو كان 9 دقائق، مشي على نفس الوتيره، كرات طويله من بيراميدز في المحاوله للوصول باسرع وقت ممكن لمرمى النادي الاهلي، ولكن اختتم النادي الاهلي المباراه بانفراد صريح من محمود عبد المنعم كهربا، اهدره بطريقه غريبه جدا كان ممكن يعزز بيها الفوز وعزز النادي الاهلي بيها صدارته. هل نتيجه النهارده مؤثرة وحاسمة في مشوار النادي الأهلي في لقب الدوري؟ هي مؤثرة نعم، ولكن مش حاسمة. ودي كانت آخر حاجة معانا النهاردة بخصوص مباراة نادي الأهلي وبيراميدز. بنحب نبارك للنادي الأهلي حصوله على 3 نقاط ونقول هارد لك لنادي بيراميدز، واستنونا في حلقات جاية من التحليل مع في الأوفسايد.